هذه العاصفة المدارية أشوبا، فيما لو جد جديد حولها. إذن مشاهدين، أيضا من الجهود المقدرة التي تقوم بها عدد من الجهات لعرض آخر جاهزيتها واستعدادها لمثل هذه الحالات الطارئة، هناك مجموعة ومنظومة متكاملة لإدارة مثل هذه الحالات. نتعرف على ما هي آخر هذه الجاهزيات والمستجدات لمتابعة هذه الحالة الجوية من خلال تواصلنا في الدقائق القادمة مع ضيفنا الكريم مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني الرائد فيصل بن سالم الحجري. مساك الله بالخير، وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة. آمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم أمين، وغيثا مغيثا يعم بنفعه البلاد والعباد، اللهم أمين. حقيقة هذا ما تمناه. والحالة طبعا مثل ما وضح الإخوة في الأرصاد الجوية هي حالة أمطار غزيرة، ليست أكثر من ذلك، نعم مصحوبة ببعض الرياح وبارتفاع أمواج البحر، ولكنها إن شاء الله تكون أمطار خير، اللهم آمين يا رب. نعم. طيب، يعني مع هذه الأمطار أمطار الخير والبركة، ويعني بدأ دخولها إلى وتأثيرها المباشر إلى محافظة جنوب الشرقية وامتداد تأثيرها إلى بقية محافظات السلطنة، نحن نود نتعرف من خلالكم على جاهزيتكم في المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. نتعرف حول هذه على آخر مستجدات هذه المنظومة، كيف تديرون وتستعدون لمواجهة هذه الحالة الجوية؟ المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في مثل هذه الحالات الشبه استثنائية، نعم، تتولى عملية تنسيق وتوجيه الموارد والإمكانات الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة. نعم. فمثل هذه النوعية من الحالات تتطلب تضافر الجهود وتكاتف الجهات المختلفة في التعامل معها. اللجنة الوطنية للدفاع المدني وبتوجيه من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية للدفاع المدني تابعت بالتعاون والتنسيق مع الإخوة في الهيئة العامة للطيران المدني مسار الحارة والتنبؤات المتوقعة، ووضعت بناء على ذلك خطط التعامل معها بما يضمن التعامل الأمثل والتعامل الذي يحقق الاستجابة السريعة والفعالة. ففي البداية مثلا كان هناك تنسيق بالتعاون مع القطاعات الثمانية، قطاعات الرصد والإنذار المبكر وقطاعات الإغاثة واللواء والاستجابة الطبية والصحة العامة والبحث والإنقاذ وقطاعات الخدمات الأساسية، وهذه هي القطاعات حقيقة التي تمثل قوام المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وتدير وتساهم بالدعم والإسناد بتوفير الموارد التي تتوافر لديها على مستوى في البداية المحافظات ومن ثم على المستوى الوطني. الجهات التي تقوم بتوجيه هذه الموارد هي اللجان الفرعية للدفاع المدني في المحافظات، والتي يترأسها قادة شرطة المحافظات وعضوية كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات التي تساهم في هذا الجهد الوطني المشترك. طيب، ما هي آخر استعداداتكم وجاهزيتكم تحديدا في محافظة جنوب الشرقية؟ كيف اشتغلتم في هذه المنظومة بدءا من التواصل مع الإخوان في الهيئة العامة للطيران المدني والإنذار المبكر حول هذه الحالة الجوية؟ نعم، حقيقة مثل ما هو معلوم تباينت التوقعات. صحيح. بالنسبة لهذه الحالة. نعم. وبالتالي كان يتطلب ابتداء من الشمال، شمال السلطنة وحتى يعني الوسطى. الآن يبدو أن الحالة تتركز في جنوب الشرقية والأجزاء الجنوبية ربما من محافظة مسقط بالإضافة إلى شمال الشرقية. عليه طبعا قامت اللجنة الفرعية واللجان الفرعية في هذه المحافظات، وأعتقد أصدروا بيان اليوم هذا المساء بالنسبة لجاهزيتها في التعامل مع هذه الحالات. فقطاع البحث والإنقاذ قام بتعزيز موارد وإمكانيات البحث والإنقاذ في محافظة جنوب الشرقية، كذلك قام قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة بالتأكد من إدامة المستشفيات والمرافق الطبية في المحافظة، بالإضافة إلى قطاع الإغاثة واللواء. تم تحديد مراكز للإيواء، وتم تحديد يعني والتأكد من توافر الغذاء والمواد الاستهلاكية. مراكز الإيواء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تمثلها مجموعة مدارس. حقيقة قطاع الإغاثة واللواء هو قطاع تترأسه وزارة التنمية الاجتماعية. نعم. وتشارك فيه
بالنسبة للواء وزارة التربية والتعليم والقوى العاملة ووزارة الشؤون الرياضية وغيرها من الجهات التي تساهم في توفير مرافق للإيواء. أما بالنسبة للإغاثة فيشارك فيها الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي، الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، الجمعيات التطوعية وغيرها من الجهات التي تعمل مع بعضها البعض في توفير مواد الإغاثة الغذائية وغير الغذائية، وتؤكد جاهزية كل هذه القطاعات الثلاثة التي ذكرتها إلى الآن. نعم، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الأساسية، قطاع والذي يشمل الكهرباء والمياه والاتصالات والوقود. وطبعا هذه القطاعات أو هذه القطاعات الفرعية عملت على التحرك الاستباقي والتواجد في محافظة جنوب الشرقية وتوفير الوقود وتوفير يعني فرق الصيانة وفرق الدعم الفني وقطع الغيار والمولدات الكهربائية وكل ما من شأنه إدامة هذه الخدمات خلال الحالات الطارئة. طيب، يعني الآن أصبحنا أكثر قدرة وجودة في إدارة مثل هذه الحالات عبر هذه المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، لكن الإخوة في الهيئة العامة للطيران المدني ذكروا احتمالية أن يمتد تأثير هذه العاصفة المدارية بالأمطار إلى عدد من محافظات السلطنة، منها محافظة مسقط والداخلية وجنوب الباطنة. أيضا ما هي جاهزيتكم في هذه المحافظات إضافة طبعا إلى محافظة البوسقة؟ كل المحافظات أخذت يعني تدابير تعزيز جاهزيتها، نعم، وتتعامل مع الحالة من ذات المستوى ومن نفس المنطلق. اللهم لك الحمد. أي نعم، وحقيقة يعني بالنسبة لنا الحالة يعني بما أن لا توجد فيها رياح شديدة وقوية ولا توجد فيها ارتفاع استثنائي لأمواج البحر، فهي عبارة عن أمطار غزيرة. صحيح. عادة تتسبب في جريان للأودية وارتفاع لمناسيب المياه. نعم. وهذا ما نأمل ونعمل على أن نحد من أضراره، سواء كان من خلال التوعية العامة والتواصل يعني الاجتماعي أو كان من خلال الجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلدية مسقط، بلدية صحار، بلدية ظفار، كل هذه الجهات تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار مثل هذه الحالات كيعني ضمان جريان الأودية وتنظيف المجاري، بالإضافة إلى توفير المعدات والآدليات اللازمة لإصلاح الطرق ولإدامة العمليات الاعتيادية اليومية. نعم. طيب، يعني أيضا أنتم هناك في المنظومة لديكم تنسيق مباشر مع عدد من الجهات الخدمية المباشرة، يعني وزارة الصحة في بيانها أعلنت أن هناك إخلاء احترازي لمستشفى النهضة على الرغم أنه كان هناك عدد بسيط أو ليس بذلك العدد الكبير من المرضى. ماذا عن تنسيقكم مع بقية الجهات المعنية ذات الشأن في هذه المنظومة؟ يمثل المنظومة اللجنة الوطنية للدفاع المدني تمثل من خلال 23 وزارة وجهة حكومية وبالإضافة إلى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وقوات السلطان المسلحة، كافة هذه الجهات على اطلاع. مثلا وزارة الزراعة والثروة السمكية تقوم بتنبيه وتحذير الصيادين والتأكد من إخلاء السفن والزوارق، وزارة الصحة تقوم بالإجراءات المتعلقة بالاستجابة الطبية وخلافه، وزارة التنمية الاجتماعية مثل ما أسلفت، وغيرها من الجهات تعمل في منظومة متكاملة. وهذا هو الذي نأمل أن يحقق النجاح، هو تكاتف هذه الجهود والعمل المنظم والعمل المتكامل المشترك الذي نأمل أن يحقق غاياته بمشيئة الله. بالنسبة لانسيابية حركة المرور وضمان هذا الموضوع تحديدا، هذا من ضمن أولوياتنا، نحاول أن نعالج هذا الموضوع من خلال جزئتين. الجزئية الأولية أن نعمل على توفير معلومات لمستخدمي الطريق حول تدفق أو حول انسيابية الحركة المرورية من جانب، من جانب آخر نعمل على يعني إصلاح الأضرار أو التأثيرات في الطرق بحيث ممكن أن تواصل المركبات حركتها. طيب، يعني نحن ندرك تماما أن يعني أغلب الجهات الحكومية لديها تواصل مباشر مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها أيضا. ماذا عن دوركم أيضا أنتم في اللجنة الوطنية للدفاع المدني في التواصل مع الجمهور عبر هذه المواقع وهذه النوافذ التي أصبحت متاحة للجميع وأصبحت أكثر انتشارا ربما؟ أشكرك على هذا السؤال.
بالنسبة لنا الإعلام يمثل أحد الركائز الأساسية للحد من المخاطر. نعم. وعملنا من خلال الدروس مستفادة وتجارب سابقة عبر مجموعات عمل تضم الإعلام والإعلاميين وتقنيات التواصل الاجتماعي المختلفة في الوصول إلى الجمهور. لدى اللجنة الوطنية للدفاع المدني والمنظومة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي وهو معروف عمان مستعدة للمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطوارئ، ويقوم بتزويد الجمهور بالمعلومات أول بأول وتوفير الإرشادات والنصائح، بالإضافة إلى أن قمنا بتجهيز مركز للتعامل الإعلامي سيقوم بتقديم إيجاز يومي مساء كل يوم حول مستجدات الحالة وما تم اتخاذه من تدابير ومن إجراءات وإحصائيات المتعلقة بتأثيرات هذه الحالة. نعم. طيب الرائد فيصل، يعني مع كل السيناريوهات الواردة في مثل هذه الحالات الجوية، وكما يعني يعرف الجميع طبيعة السلطنة الجغرافية وطبيعتها الجيولوجية وامتداد سلسلة من الجبال في عدد من محافظات السلطنة، وأيضا كما نعرف أن هناك مشاريع للطرق في عدد من محافظات السلطنة، وهناك مشاريع في مختلف أرجاء عمان الخير، ماذا من الممكن أن نقول تحديدا في التعامل مع هذه الحالة بالنسبة إلى مستخدمي الطرق تحديدا؟ هناك يعني بعض الأودية التي قد تعيق الحركة المرورية أحيانا لا قدر الله، هناك أيضا بعض التصرفات التي قد يعني يتعجل الواحد في استخدامها وهو يستخدم هذا الطريق. بالنسبة لمرتادي الطريق، الحقيقة التي الجميع أعتقد يعني سبق وأدركها وعاشها هو أن السبب الأول للوفيات في مثل هذه الحالات هو عبور الأودية. نعم. المجازفة بعبور الأودية، وهذا همنا وشغلنا الشاغل. نأمل حقيقة من الجمهور الكريم مواطنين كانوا أو مقيمين ألا يقدموا على عبور الأودية ولا يجازفوا بأرواحهم بأرواح ذويهم، وأن يلتزموا الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وأن يلتزموا الصبر حتى يعني يخف الوادي أو حتى يعني يتم فتح الحركة مرة أخرى. فموضوع عبور الأودية من يعني حقيقة همومنا وشواغلنا، والتي لو تقيد فيها المواطن والمقيم على يقين إن شاء الله أن لن تكون هناك لدينا خسائر في الأرواح إن شاء الله. نحن بحفظ الله وعونه وتوفيقه. اللهم أمين يا رب العالمين. نحن نشكرك على وجودك معنا، فيما لو استجد أي جديد أكيد سنتواصل معكم في اللجنة الوطنية للدفاع المدني، والتأكيد على جهودكم في هذه المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ووصول السلطنة إلى مرحلة عالية من الجودة في إدارة مثل هذه الحالات. شكرا لك مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني الرائد فيصل بن سالم الحجري، شكرا جزيلا. شكرا أخرى. بارك الله فيك. شكرا لك. إذا نتواصل معكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة التي نرصد من خلالها مستجدات هذه الحالة الجوية، مع التأكيد تماما أننا هنا لا نهول ولا نتهاون، نرصد الحقيقة كما هي، وندعو الله أن يجعلها أمطار خير وبركة تنتعش بها الأرض وقلوب العباد. إذن مشاهدينا، كان لدينا في سابق الوقت تواصل مع الزميل محمد في ولاية مصيرة، وأيضا سيكون لدينا تواصل مجددا مع زميل محمد سينقل لنا مستجدات الحالة هناك في ولاية مصيرة، لكن بعد هذا الفاصل.